انا طبعا صورت يومين تصوير مع هاني رمزي ومايا نصري ومجموعه تانية كبيره من النجوم، بس شيء واقعي لما انا اكون ماضيه معاكي عقد وبعد ما انا امضي العقد اوريدي واصور، واظن ان انتوا صورتوا معايا في التصوير، الاقي تاني يوم الدور بيتغير كامل من الجهه المنتجه ورد فعله، وان يعني اكتر حاجه زعلتني ان مايا دخلت في دوري. طب ليه؟ انت اول حاجه الدور طبعا المخرج ايهاب لمعي هو السيناريست وهو المخرج العمل، فما اظنش يعني انك انت ما كانش عندك علم، الورق جالك وورق جالي، فاحنا قرينا كل واحد قرا دوره، فانك تتدخلي في دوري وتحذفي لي 13 مشهد من الفيلم، لا، فكان لازم انسحب.